لو الحكاية فيها إن فيديو عايز أقول لك إن الشباب دي بيدخلوا البهجة على قلبي، بيحسوني إن أنا فعلاً إني شاب في وسطيهم. وعايز أقول حاجة تانية، رد النهاردة على ناس كانوا بيتكلموا في التلفزيون وبيقولوا احتفالية إيه ومحمد محمود إيه وزفت إيه. طبعاً الألفاظ دي ما ينفعش إن هي تتقال يا سيدي، هما أنت مش عايز تعتبرهم شهداء لكن ربنا اصطفاهم، هما ما كانوش لازم بيلعبوا. بعدين هو بيقول بلطجية، هو يعرف عنهم إيه؟ فرجاء ما حدش يعني يغلط في شهيد، في متوفي، خلاص بقى بين ايادي الله. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقبل برحمته. هم نزلوا عشان خاطر الفساد اللي كل عايش فيه وكان ساكت عليه، ما نزلوش عشان يشتروا الموت بايديهم، واحنا ما بعناهمش الحمد لله رب العالمين. بس انا احساسي النهارده فعلا ان ده ترحال، رايحين يكرموا حاجه حلوه في مصر وابني في وسطيهم، انا ما فقدتهوش الحمد لله رب العالمين. رجعت ايه الامن يا ماما؟ والله بقول للامن حافظ على شعبك عشان ترجع تستعيد شعبك تاني زي ما كان، حافظ على الشعب وحب الشعب عشان الشعب يرجع يحبك. احنا بنحب الامن ما بنكرهوش، بس بنكره تصرفاته. بنقول اللي غلط واللي شاف اللي بيغلط يقدمه للمحاكمه، مفيش حد اكبر من القانون واكبر من ربنا سبحانه وتعالى. لكن الامن ده الامن بتاعنا ما نقدرش نقول حاجه فيه. حضرتك بتطالبي بايه؟ والله انا بطالب للعداله لمصر، لان القصاص وحق الشهيد ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجيبه لي. لكن انا عايزه حق مصر، عايزه حق الشعب اللي عايش على ارضها اللي لسه ما ماتش. ولا هم عايزين يعني يموتونا كلنا؟ لا، احنا لسه متماسكين وحاطين ايدينا في ايدين بعضينا، بس رجاء اللي يغلط يتحاسب وياخد جزائه.